السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا في فيديو جديد عن الاستغفار. نتكلم في هذا الفيديو أيها الإخوة والأخوات عن فوائد الاستغفار لألف مرة. لكن قبل أن أبدأ أدعوك أخي المشاهد أختي المشاهدة إلى الاشتراك في القناة، وهيا بنا نوصل هذه القناة المباركة إلى 100,000 أخ وأخت. والآن نتكلم عن الاستغفار. الاستغفار أيها الإخوة والأخوات هو من أهم الأذكار ومن أهم العبادات التي بها تزيد الأرزاق والأموال، فهو من العبادات التي تحقق الراحة وتشرح الصدر وتجعل القلب كله طمأنينة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو الطريق إلى تهدئة النفوس والقلوب، وهو منهج الأنبياء والصحابة والتابعين. وقد قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ففوائد الاستغفار لألف مرة هو أن من كثرة الاستغفار تبيض صفحة المسلم يوم القيامة. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ومن فوائد الاستغفار أيها الإخوة والأخوات أنه منهج الأنبياء ومنهج الصحابة والرسل الأبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على كثرة الاستغفار، كما أن الاستغفار سبب كبير لتفريج الكروب والهموم، وكثرة الاستغفار تزيد الرزق والبركة في الرزق وترزق بالأولاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نستغفر ربنا عز وجل ونكثر من الاستغفار، وكان يقول: يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فلا تغفلوا أيها الإخوة والأخوات عن الاستغفار، فإنه عبادة عظيمة وجليلة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات يكون قد انتهى فيديو اليوم، إلى فيديو قادم عن الاستغفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.